هاتيلي. انت عطيتي سما واحده ليه؟ بكره مين؟ مش من اي بوت. انا راح نبقى في الوقت من حد بس انا بقلت التعاقد مصر على طلب الحمد لله يا رب. يا ابني راح نقبض الراجل معايا اصلا مراتب الجيلار طلع على الطلاق واحد معايا في الشغل اهو محمد. ايوه يا ابني خلصوا؟ ليه بس يا باشا؟ ده حاجة خير. ده تحيا مصر. فيديو. أنا يوتيوبر وعندي قناة على اليوتيوب وده بعرض اللي بنعملوه يعني ما تقلقش. اكفي. هتوديهم في سيدك يا واحد. قال انت كده هتوديهم في ايه؟ هتوديهم. ايه هو يا واسام؟ امال فين الكيس؟ ما قالتك. علشان انت كبيرة يا واد. تحيا مصر تحيا مصر حياكم الله يعطيكم العافيه يعطيكم العافيه يا شباب. دايما مصر هي قلب الامه العربيه والاسلاميه. تحيا فلسطين تحيا فلسطين تحيا فلسطين. نعم يا باشا منورين ويعطيك العافية وربنا يوصلك بالسلامة وربنا يجعله في ميزان حسناتكم إن شاء الله. الخير دائما مصر سباقة ومصر أم الدنيا ودائما مصر هي قلب الأمة العربية وقائدة الأمة العربية بإذن الله. وإن شاء الله ربنا يوصل وربنا إن شاء الله ينصرهم ويثبتهم إن شاء الله نصر عزيز المقتدر. وإن شاء الله يبعث لهم 100,000 من الملائكة يحاربوا معاهم. يديكم الصحة. العالم